بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وليال جزاكم الله خيرا إلهي سبحانه وتعالى سوانك عبادات كان أخبر بشم بركيسا ومركلة فرديضي يمجالستي دروستي رمضانك ومرتدى نوها فضيلة الشيخ محمد عبد أمل إلهي سبحانه وتعالى شيخ ميزانك حسناتك أسارو أنا إلهي سبحانه وتعالى نوغ أنفع جلسدن وفرده أفراد وسدحات كميدها مجالس رمضانك سيدي أنا هرأو شاقني قيب وحين قندون إن شاء الله تعالى درسي شيخ وفافاهين دونه قيب طلباتنا إن شاء الله تعالى سؤالة يجواب أي نقن دونان سؤالها سيدي آن هرأو شاقني وعلى وصف ديري كرا دادك انترنت كردقيستا أما آن جوغن مساجدك وحكو صف ديري كرا جيميل كا إحسان ميديا جيميل كا إحسان ميديا يكو صف ديري كرا سؤالها دادك مساجدك جوغن وراقها لقيبية يكو صف قوري كرا وحلقة قارة إن شاء الله شيخ ويديننا وحانا بنان تيننا أحكام تأيو مسائي شيخ خسيا بيش رمضان جزاكم الله خيرا شيخ إن كسود ويننا فليتفضل مشكورا مأجورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد وحان كود أحجرني وأن درسي كنكوري kaga hadalay hayala soonka jabiya ama aan jabinin ee mu'aasirka ah cusub ama horey fuqahaada ay uga hadleen laakiin isku khilaafeen kadibna culimada bini aadamka jirkiisa ku takhasustay ay labadii raayi mid kamida oo ku salaysnaa bin jirka bini aadamka iyo siduu isugu xidhan yahay iyo siduu isugu duleelo ay mid kamida baadhistoodii culimigooda xoojiyey ama masaa'il cusub oon horeyba u dhicin oo culimada mucaasiriinta ay ka hadleen isla masaa'ishaas ayaan sii wadnaa waxaa kamida oo loo yaqaano دهانات هي مراهمتها هي اللاصقات العلاجية يعني شركة كركيسة وهي لما ريو أما لقول تشيو وأما الدفنة أما مواد كلاء أما بيئة شركو سيد الأكسون هيبة يعني ونوقية ونوقية وحلو يقال مسامته meelaha ay ka soo baxaan duleelada yararka ah ee ay timuhu ku yaalaan ama xaaddu ayuu jirku ka qaataa ka nuugaa sidaas daraaddeed wixii korkiisa la mariyo in yar yar buu u nuugaya si tartiib tartiib ah marka taasi soonka wax ma yeelaysaa ayaa la isweydiiyey waxaa ka hadlay sheekh islaam ibn taymiya caleyhi raxmatullah wuuna tilmaamayaa inaysan waxba yeelaynin soonka كذلك هو حكاها لي مجمع الفقه الإسلامي ويسونا تلمامي إنسان صنك حبي يلينين وأنا لسلو أقول يا مسألة دا أيضا هاي يلي شدك وحي أو مسامتا كقاتو يعني وحي لم يتهاي قبيس كيو كالسانو تقدون قضب كحيقا يوحي يساق أنا وحلو يقانو قسطرة الشرايين يعني إذا وحوي علمي عفيماتك هدا عصوبة وحكاني إن حديد ده هالبولياشة يتشيرك مرة ده حديثة إن للراعين كرو أما اللقاتين كرو بايب بايب كاس وجديد ستهاي روحي أما نسيدة داول لغسيو أما إن بايب كاسي وصو صويرو ميل تشيرك كمدا يعني dilaacina wala dilaaciya wala jeexa marna baybabkaas waxaan u jeedaa halbowlayaasha xididada halbowlayaasha waa bayb la raaciya marka meel buu soo sawirayaa ama daawu gaadhsiinayaa
تاس أمر كيدنا كم ذا وحيلها لسكو خلافي وحليه هاي مجمع الفقه الإسلامي وحوم متشابين يبوليه بايب كاسي للرأي حدتك أما ميل لصوص وراية أو ميل داول وقارسينيو لأنه حليه هاي عندنا ماها بليه عبيتان ماها معنى هذين ملها علاشر مقاري وحي ووحون حديد كاس عن نفسي سني مركو حليه وحبا إيضان ما أفورينا يهدي لو باهدو عافي ماذهان لوغا مرموه قدبك سدحادي وحوي هاي الغسيل الكيلوي دقيتان كليه دادك أي كليه فريستين وكان دقيتان لغو سميه ديكا iyo yaani wax weeye maadooyin ku dhex jira marka dadka kaliya laga dhaqo haday soomaan dhaqitaanka lagu sameeyo soonki ma ka jabinaya waay su'aashaas ayadana waa masalo laba qab baa loo sameeyaa qab waxa lagu sameeyaa dhaqitaanka waxa loo yaqaan machine loo yaqaan al-kilya sinaaciye waa machineka روحا اللي ديكي با وسخوبي ديكي كوچري جيركا يا وسخوبي ماركا ديكي بو مشين كو سو ساريا ماركو سو سارا كديبنا ديكي واسفينيا ماركو سفيه بو جيركا ديب اوو خلينيا مار مشين كاسا لوو سميا وخا لا يابا شقداسي او مشين كو قبانيا ان لو باهدو ان جيركا لوو شوبو waxa loo yaqaan dareere jirka dheefiya dawooyin iyo kimika iyo xiyala jirka dheefiya in loogu daro ama laga hormariyo ama la raaciyo ayaa dhici karaysa nooc labaad wax weeyaan oo iyadana loo sameeyo dhaqitaanka kaliyaha in bayb laga geliyo xaloosa jidaarkeeda yaani xudunta korkeeda ayaa bayb laga geliya kadibna aloosha waxa lagu shubaa yaani ilaa laba litir waxyaalaha dareeraha ah oo sonkor badan iyo glucose fara badan ay ku jirto kadibna aloosha ayuu galaya gudaha ayaa loo gelinaya muddo ku jiraysa kadibna waa laga soo saaraya dhowr goor ba sida lagu xalinaya labada qab waa loo sameeyaa labada qab ee loo sameeyo labadaba dood ba ka jirta ruuxa nooca lagu sameeynaa soonka ma jabinaya ma ka jabay mise kama jabin waxa xoog badan waa sida uu qabo Sheikh Ibn Baz (alayhi rahmatullah) iyo lajna daaima soonku inuu jabayo laana wax weeyaan ruuxi dhig saafi ah lagu shubay waa marka labaad ee mawaad kaleeto oo la socota jirto lagu darayo ruuxi marka kaliyuhu fadhiistaan ama kaliyaha laga nadiifinayo soonkiisu waa jabayaa maalinka uu baahdo uu afuraya soonkiina waa ka jabayaa raayi kale jira laakiin kaasa xog badan qolo tafsiilinaysa waa jirtaa oo dhahaya haddii waxa jirka lagu xiliyay dhiigiyo la sifeeyay kaliya uu yahay wax maada kale ina la soconin soonku ma jabayo hadiis laakiin dhiiga lagu celiyay ay mawaad kale la socdaan markaas oo ku wajabay sidaan culimada qaar ba qaba adiga muxuu ahaayay soonku inuu jabayo ta xog badan qodobka xiga ay wuxuu yahay iyadana masalada xigtay marmarka qaar kood waxa dhacda xubinka taranka dumarka in lagu shubo mawaad ama dhaqitaan baa lagu sameeyo ama mawaad baa lagu shugo la soo nadiifiyo mahbalka waxay dhahan marka asaguna ma jabinaya wixii xubinka taranka gala galma ma aha muxuu ahaay jimaac ma aha laakiin marka qaar kood daawo loo baahan marka qaar kood yaani wax mawaad kale lagu nadiifiyaa marka qaar kood dhaqtarkii baa laga yaabaa inuu u baahdo inuu farta iyo wax saaso kale taa inuu galiyo marka iyadana ma jabinaysa waay soonka sidaasi hadii ay haweenidi ku dhacdo salaay hore ugu hadlay way fuqahadii hore ka hadlay masaladan si way u hadleen oo waxay leeyihiin maalikiyada iyo xanaabiladu waxay dhahayn haday haweenaydu geliso xubinkeeda taranka wax qoyan
ما تبي الصون كذا وحيكون عليهن ويسبب أقدرين حبين كترنكا يا علاشة هذا ما هو حريرة كما دحيه يعني وحي حبين كترنكا قلاي علاشة يجوفك وموجود بكريلي مرة ديس داستهاي وحي حبين كترنكو بيجي يعني وحويان ما دافسنا سداس يكون عليهن ساس دردد وحي ليه الصون كذا وما تبيه ومالكية ذا إيوه حنابلة ذا حنفية ذي الشافعية ذا نوحي ليه ويأفور إيساء هذه أي وحقيا أي حبين كتران كشبطو إيوه وحي ليه المركة كاذي هايستا إيوه وحا إسوفورا حبين كتران كأها مركة إسوفورا إيه إن كاذي هايستين وحا إسوفورا تهي أما الجوف أما علاشي والغيا بيني وحسي قدبا ساسي ليه أرنتا مركة الله في ريو الطبقة عصب هذا ما هي الشركي سمركي هذا الصفي عن لوء قادي حقيقة وحي ليهين حبنك ترنك هوين إذا يجوفك وعلاشة قدها هبي راتي وحي سمري كرا مجر اسمه بنانا وحكي بالعلاشة وصمري كرا وكسو ديكي كرا لكن وحبنك ترنك كيمي دي علاشة مقاري كرا صوت وحويان بحيالة بدن باك السوكية ما فضوضة طيب ساس تراديد با وحي حوشين يعني حوك بدن إن أينان صون كوحبي إلينين عبدي حبين كي ترنك لصور دقو لصور نذيفيو لصور حارو أما محوء هاي وحيالة السوائل هو قويان أما داريري أما لغو الشبو هدي وحيين قيل لقلية فرطة يوحي لم يدا يدا إسكبدا صون كوحو من نقوني طيب قالوا كحجاج وحوي وحوي يدنا وحيبها قاركوت ولقى قاتو يدنا حق الضمبة هدي الروح مرتنا حق الضمبة دواء كقاتو مثلاً يعني أما 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 باش محلي هذا محوها هاي وحيلات شراء أما يعني دواء الوشبة أما وحال قاتها باش محوها هاي بال صنبوستلي لهذو حق الدنب اللي قليو وحنون بابية حنون كالغو خفيفية ضدك مثلا بابصير كقبوك يا استعماله مركا وحيالها نوع سوكلاء يدنا مرمر كقار كود وحال قلينا يا محوة هاي شي داوذ فوقي انت اللي قليا ميل فشلوش ويا ومحوة هاي لقارسين يا مركا متشبين يا ميسا متشبين يو هيا يدنا مسألة كلا سيد أي قبان ظاهرية ذا يشيخ سنة المتيمي علي رحمة الله أيقنا متش بنيان طيب ولو أي ماذا أفرتي أي قبان ويتش بنيسا محايا الوحي ليهن جوف كي قاريس جوف كي معنى علوش يوجد بيساب إليهن رأي لبعض الظاهرية ذي يشيخ سنة المتيمي يوحو ليهن مايا لأن وحويان ما قاريو وحمد ديفينيس وروح بني آدم كوحبكو ما تريس ديف إيا النفقة مصيينيس بل وحي على وش كتشري بالغوص وصارا وروح مركز الدونة مثلا إنه الشمو أو كلمة رمرا قدالة وحلقة سيا مدى لبعد وياني على وش ما قاريس إليه علماء متأخرين تخلاف كاقلادة هو رأي قبين بيقون الرأي قوضو كل سيني هاي سيدا محوق هاي حوق بدن وحويان راجحة قدال واحد شركة لقى قليه إن أوصن اللهم إن على وش لقارسية موياني إنه سنسون كوحبية لينين لأن وحويان إنه تشيرك وقدال وحكا قاتو إلا علوش أوقارو وحيد مدها حيد مها سي أي صومرتو سحردو صومرتو قدال وحكا تقي إني مرا وإلا علوش أوقدبان بسلفو ضد ماه لأن قابك إلهي تبارك وتعالى أسمي حيد مها ولالاب وإلا لابي مركا وحصو كر كي مدو هوبان يا أمبا صومرا لكن واحد قدالك قالي إنه علاش قاري مثلا فضود معه وبالتالي سيد حوج بدني وحويان هدي أن توص حوج علاش الجو قارسينين هنا يسند صانك وحبيه لأن قدال وحي روحك قلا أما اللي قليه طيب وحيدنا لم إذا هنا يسند وحبيه لأنه أفرنينين المواد داسي داودة لجو الشبيه قدال جا الشبيه سيد كله وحرجحها يا الشيخ محمد بن صالح العثيمين لأنه حليه عنتنا ما عبيتنا ماها
macnahoodii oo kalena ma lahaa. waxaa xiga isagana masalada xigta ay tahay waxa loo yaqaano alminzaar asharji, alminzaar asharji. طيب ayadana wax weeyaan bayb ayaa waxaa la geliya marka qarad xagga dambe, marka la doonayo xiidmahaas qaloonka iyo xiidmahaas hoose in lasoo sawiro, oo markay xanuunsanayaan oo kale dadka maalan ka xanuunsado, xiidmaha ka xanuunsado kale, qoloonku xanuunsado kale, ayaa gadaal laga geliyaa, bayb laga geliya. baybkaasi marka wuu soo sawiraa, xiidmahaasuu soo sawiraa. marka baybka gadaal laga geliyo ruuxa, soonka ma jabinaya mise ma jabinayo? wuxuu la mid yahay kii aan soo sheegnay, baybkii afka laga geliyay buu la mid yahay. horey baan uga soo hadalay, haddii aysan maadooyin kale aan la raacinin oo isaga keligii uu yahay inuusan soonka jabinaynin, horey baynu uga soo hadalay darsigeennii hore ayaynu kusoo sharaxay. طيب waxaa iyadana masale kale ah oo iyadana ay ka hadlaan fuqahadii hore ay ka hadleen, haddii ragga xubinkooda taranka ibtiisa laga geliyo inta muxuu ahay maado laga geliyo wax lagaga shubo, ayadana soonka ma jabinaysa? tii hore xubinka taranka dumarku ah, xubinka taranka ee ragga isaga laftiisa ibta haddii wax lagaga shubo oo bayb inta la geliyo ilaa kaadi haysta la gaadhsiiyo, ma jabinayaa soonkii? fuqahadii hore ka hadlay waxay u badan yihiin maya, saas wey macnaha. xataa hadduu kaadi haysta gaadho waxba ma jabinayay qabaan, oo xanafiyada iyo maalikiyada iyo xanaabiladu sidaasay qabaan. shaaficiyada cinda almusaxax cindahum, almusaxax cinda shaaficiya ayaa waxay leeyihiin wuu jabinaya, laana waxay leeyihiin kaadi haysta wixii gaadhay wuxuu u gudbi karaa caloosha, waa u gudbi karaa. waanu soo sheegnay inayna masaladaasi laga xoog badan yahay, oo kaadi haysta wax ka gudbi karo caloosha gaadhi karaay inuusan jirin, wabitaali iyadana waxaa xoog badan inaysan xubinka taranka ibtiisa wixii gala oo kor u gudbaayay inuusan isagana soonka jabinin. waxaa iyadana xigta oo mudan inaynu taabanno in ruuxu uu bixiyo dhiig, ruux xanuunsanaya inuu dhiig u bixiyo oo dhiig sadaqaysto oo dhiig shubo, iyadana soonka ma jabinaysaa? waa masaladaasi waxay salka ku haysaa mas'ale soo socota oo ah hadduu ruuxu isagoo sooman istoobo, toobinku soonka ma jabinayaa mise jabin maayo? haddii la yidhaahdo toobinku soonka waa jabinayaa, dhiig la shubana waa jabinayaa. haddii la yidhaahdo toobinku ma jabinayana, dhiig la shubana ma jabinayo. toobinka marka waa inoo soo socotaa, gadaal baynu kaga hadli doonaa insha allahu tacaala. waxaan iyadu dhib lahayn oo laysla ogol yahay inaysan mushkilo lahayn dhiig yar oo jirka ka baxa, dhiig yaroo masalan laga qaado oo testi ama baadhis lagu sameynayo jirka laga qaado, kaneeca lagaa baadhayaa, wax kale lagaa baadhayaa, dhiig lagaa shubayo yar, asagu waxba ma kuma jiro meesha. طيب waxba isagu ma afurinayo, maxaa yeelay xijaamadu kale maaha. waxaa xiga oo qodobka xiga uu yahay macjuunul asnaan, waa tii su-aasha ku imaan jirtay, yacani wax weeyaan bahashan lagu cadaydo golgeetka iyo wixii la mid a maadadan lagu cadaydo buraashka la mariyo, soonka iyadana ma jabinaysa ruux hadduu ku cadaydo? jawaabtu waxa weeyaan maya, soonka waxba ma yeelayso. limaada? lianna afka wixii galaay soon ma jabiyo hadduusan horey uga gudbin, sababtu waxa weeyaan waa annaga luqluqanayna oo biyaha ku luqluqanayna markaa weysanayno, oo ruuxii intuu cunto dhadhamiyo iska tufi karaa. marka afku waa daahir, yacni jirka qaybtiisa daahirkaabuu ku xisaabsan yahay, saas daraaddeed afka wixii ku eeg soonka jabin maayo. allaahuma inay ay gudubto oo ay dhuunta dhaafto oy markaasi oo ay gudaha u gudubto mooyaane. laakiin waxay leeyihiin culimmadu waxaa habboon in aada looga taxadaro, maxaa yeelay inay sibqataa badan, inay wuxuun kugu tagaan ayaa badan, ruuxa inu marka taxadaro waa. masalada xigta waxay tahay asibaaxa lisaa'im, waa su-aasha iyadana shalay aan dib usoo dhignay oo nidhi waa ka jawaabi doonaa. waa ruuxa sooman ma dabaalan karaa? hadduu dabaasho soonkiisu muxuu noqonaya?
هذو مخورته بيها سونكي سمحو نقونيا ومسألة ذا سواي علماء ذا بضان كودو حين قبان جماهير أهل العلم وحي قبان ذا باشو إني سنسون كحبي يلين حتى هدو بيها مخورته صوت وحي إليهن قبيس بي لمتاه قبيس كنا لما له الإمام البخاري عليه رحمة الله وكا صحيح كبابي كتاب كي صحيح البخاري باب اغتسال الصائم روح صوما او قبيستي مركزو اثار كان عبد الله بن عمر تابعين تيقار كمذا او كم وقتو انو بخاري دورنا يو ان روحو يسقو صوما او قبيسن كرو قبيس كاسي اما ضني هكنتو اما هيسكو قبوجين يو ويرب كل لاده ويس قبوجين يا وقبيسن كرا مركه هدو قبيسن كرو إنه بيدح قالنا ولمد بليه إنه قبي سنكر وحب كتوس يحديث كأنه هروس وشجني وخاري مسلم يسوس عروان توانو هذا ما تلمام الدوناي النبي صلى الله عليه وسلم واجع أبدي يشتري يسوع جنابة قبة مركزو صلاة وقبي سنجر صلاة الصبح مركو قبي سنة يو أمر واجو بري سقو صومن أيو قبي سنجر النبي صلى الله عليه وسلم مركز قبي سكيب لمد تاي بليهين اللهم علم هذا قارب وحي ليهن روح هدي ونا إسك إلى لين كرنين يبيها وكذا بالنا يو أي كوفة كذا ومثلاً أي كجلان أفك جلان مر بعدت كأن طباش في السيف عنو أقوالنا وكله توها فنيا مركو هفت مرك بيه بجلي هدوس الروح يعني مليه سايسن أبا نين إنه إسك إلى لين كرو مركاسي وإن وصند بالنا كراهي كعبير انقاركوت لأن مركز وكالتو وحو خطر اقوشرا إني بيه أفكا كالان أما السنكا وكالان ويهوسو قدبا مركز أي صنكي كالشابو وحيالها كيني كرئين وصنكاكي كالان إنات كفوكاتوه مركز دي ملاحا اقو أبدايا هاي إني سان وحبكو قلين وبيهان أتكو دبالان يساد مخوران يسو أينان كو قلين إن هدي ملاحا اقو أبدايا هاي مركزي ودبالان كرتا صنكو نحو من نقوني منافيدة كجلي بيهو كجلي وكوان علوشة ودولي الله كوة وكوة معنى صامين تلا أفكا إني كاقلان صنكا إني كاقلان وكدبان فهكذا كوة سواء طيب لكن وصوت الماني بكتو أوكالي يهران وقصو هذا اللي ويحي قلي محوة هاي ديبوين ماله مركز دباشو دي ماله روحي صغو صامن ودبالان كرا ولماذا جماهير تضا صداقة شافعية دا مالكية دا حرابي لدى كل ساسي قبع لما لا السلام دا صوحة دا يوحي تهي او يدا حسيد دا بودان حسيد دا مودان يوحي تهي مسلا دا توبينك اما الروحو ينو ليك بحيوه شركيس ليك سارو مسلا دا سوى مسلا خلاف كيدو أدق يهي خلاف أدق باكو جرا علماء دا قار كمي دا واسي وبدين هيني جمهور توضو وحي قبان إن بي شركة ليق لغا ساري إنو سنچبين إنن سونكا أما التوبين كسار أما مشين استعمال أما نوع دوني هالنقطة شركة ليق لغا ساري إنتو دوني هالنا نادي سونكا مجبئي قبان واسي علماء دو بضيهين وحين دليشان أيان حديث كبخاري كويمت من حديث عبد الله بن عباس وحولي عبد الله بن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم نبي قو استوبي سقو صومن حديثك بخاري بكو يا الله ولو لفظ وهو صائم لفظك وهو صائم قال اسكو هيستا لفظك ليس له اقول يوحو يعني احتجم وهو محرم اسقو او حرمن بو نبي قو استوبي لكن وهو صائم انت بخاري يا ترمذي يا فوق يا محدثين بدن باقوا وي سوغنت لكن رغم محدثين تكم إذا كدي دنا وحي لين لفظة داسي مسوقنا أو دي ذي أحمد بن حنبل إيو يحيى بن سعيد القطان إيو عبد الله بن حواه بن المديني إيو رجاسي وحي لين لفظة وهو الصائم ومسوقنا مركا خلاف كاس أيا كتشرة طيب وحكى لتو أو يدنا تلمامية حديث كابو سعيد الخدري أولي هاي أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم نبي قوح الرخصي روح الصومان إنه استوبه نسائب صوصار في الكبرى ابن خزيمة في صحيحه بيهقي في السنة الكبرى طبراني في الأوسط
حديث كاس أبو سعيد الخدري السجنة وحلسكوها استام موقوف بام سوى مرفوع وحيرجح يا رجب ضنين وموقوف يا هاي سيد بخاري ترمذي أبو حاتم أبو زرعة بزار وحيلين حديث كل نبي جم جارسيسنا السحابي كوكيجي هو موقوف شاهد بولي هاي أنس المال اللي هو ورنا يو طرقتني بهقي بصوصاري أنس بوح ولي هاي مركي وجوه الرجال لك هذي توبين كوحي أهيد نبي كوح صامر جعفر بن أبي طالب أو استوبية سقو صامن أيو نبي صامر صلى الله عليه وسلم مركز النبي كحري أفطر هذان لا بد أن يوي أفورين ولا بد كتور لتوبيو يا وح كتوك يا كتوبي يبا صن كودي واتشل وايس أفو أفورين وين ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الحجامة للصائم مركا كذب لعددا كذب أيو النبي يقول رخص يو وقال هذا الروح الصومان ونستوبي كريو مركا وحو لي هاي ساس دلد دبا أنا السقو الصومان بو استوبي كري حوت الماما يا مركا حديث كرناها يا روح لتوبة يكتوبة يبا وافورين وقال قدن بي وحا قدن بي إنو النبي يقول رخص يددك يقول صومان نستوبي كران واروح اللو يقانو علمي أصولك نسخك اللو يقانو حكم هوري او حكم دنبه كدبه يميت او او بدلي كاسي مركا يكرني قيان حديثك وحا السوقية دار قطني هي ابن حجر يعلم السوقية لكن دوت بضنبه كجرتها سوقنان تيسو كأنا سلفتيسة والغم ورنسيها هي هذا المهم مسألة دوت بضنبه كجرتها قولو دا نهيس الصون كواتشبه يا هدو روح استوبه او حنابلة دا هي ام بضنو فق علم دا حديثك كم دا ايه وحدي لشان يعني حديث سوقان أول ما علمت قارقود أي متواتر كل شيء جن وحديث كنا هي أفضل الحاجم والمحجوم كالطوبي يكال الطوبي ووأفرين حديث كاسد لشين والسجنة هي لكن السجنة وحال إسقاط استم معنوه فائديني مسألة ذو مركوا مسألة قابك علمت وحي كلا دليشين هي فهم كأي كفهمين هي مص محاس سجن نصوص ده هي محاس سجنين أنت بتضد بضم باكو شرت انت بقى ضد بضم باكو شرتا سيد أصدرات دو حفيعا إن محوقة هاي لقى احترازه انت صورت قال ليسك إلى اليوم بخاري وحصو ساري وأنس بن مالك كوريني وحال ويدي أنس بن مالك أكنتم تكرهون الحجامة لصائم واختقي نبيك كما في رواية أخرى في عهد النبي نبيك واختقي سي روحوا إنو استوبوا ميات كهن شرتين ميات لبسن شرتين وما لو كهن شرتين مركز أوحو لله إلا من أجل ضعف ما يقول وقت النبي قال روحه إنه صطابه لو مكة هنشرين إلا إنه ضعيف يمويه إلا إنه يتبرد ركو العيس حلقة هو ده بمعنى الروح مركو إصطابه ليك بدن باك بحية ليك أسي مركو كبح ومركو ضعيف وضعيف يا صنك مركو إنه ودي ويال بقية دن كاسا مركو لغا كرهي سنشري يقول أما إصطابي دل فهانت هذا لما كره سنشرين بولي أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه يدنا بخاري بكوية لا المهم مسألة واحد مدى وحيد وحيد بضنتها إنه صنصون كتشبينين لكن خلاف كيد وحيد بضنتها وبالتالي وحفي عن إنه يدني بكو قواتمو ينس كيلا لس لأن هبينك والستوبي كرا ديبا لوريغان كرا مشكلة ملاها وحايدو أن يعني لم إذا هاي إنسان هوريبا أسو شاكني ليك يرو تشيرك لغا سارو لم إذ ماه dilaa shirka gaalay oo dhig ka baxay soonka jabin maayo dhig yar oo irbad laga qaaday ruuxa oo yaani baaris lagu sameeyay soonka jabin maayo gaws laga saaray oo dhig ka soo baxay soonka jabin maayo waxyaalaha soo dhan toobinka la mid ma toobinka la mid ma saas daradeed ba xanaabilada qaba inuu toobinku soonka jabinayo waxay leeyihiin wa intooda badan waxay leeyihiin shay mutaab wa shay ilaahay lagu adoonsaday mooyane حتى الذي سلمه فهمي قاركود لي او امغد بهايو سيكل هدي ديغ لو سارو توبين وحانين لو سار حكم امغد بيلي ديغا غير يار كيرك لغا ساري كو اسو كلا انسي اهانتودا وما قبان انتودا بدن اني سون كجبينيسو marka kuwaasi dhimalaye waxa laga doodayo wax weeyaan doodu galeyso wa marka dhig badan jirka laga saaro ama ruuxu dhig badan shubo ama toobin uu maro oo dhig badan iska saaro marka weey marka laga hadlayo ciladuna wax weeyaan hadii la hal cilayo waa dhaafiga ruuxa soo gaaray waa daciifaya soonki waxa laga yaabaa inuu wadi kari waayo
saas daraaddeed ayaa loo diidaya. waxaa xigta oo iyadana mudan inaynu taabanno masalada ah, iyadana su-aalahan bay noogu timid, ruuxu isaga oo janaabo qaba hadduu waagu u baryo ama habeenkiibuu qarway oo sidaasi janaabo ugu dhacday ama xaaskiisii buu arkay isagoo janaabo qaba waagu u baryay janaabadiina aan ka qabaysanin, su-aashay soonka ma jabinaysaa? Way maya, jawaabtu waa maya. yacni nabigeena sal alay wasalam sida caaisha iyo umusalama ba ay ka warinayaan bukhaari muslim baa soo saaray, nabigu sal alay wasalam kaana yudrikuhu lfajru wahuwa junubun min ahlihi uma yaktasilu wayasuum. nabiga sal alay wasalam fajarkaa u dhalan jiray, waagaa u dhalan jiray isagoo janaabo qaba, ehelkiisii oo xalay kulmeen janaabadii isagoo qaba ayaa waagu u baryi jiray nabigu sal alay wasalam, kadibna wuu qabaysan jiray oo wuu soomi jiray rasuulku sal alay wasalam. waxaa iyadana masale kale ah cadayga, ruuxu isagoo sooman ma cadayn karaa? jawaabtu waa haa. maxaa yeele nabigeenu wuxuu yihi sal alay wasalam, lawla an ashuqa cala ummatii la amartum bisiwaaki cinda kulli wuduu, bukhaari muslim baa soo saaray. haddaanan ka baqaynin ummadaydu inaan dhibooy ku dhibaatooto, waxaan amri lahaa in ay inay cadaydaan mar kastoy weysiisanayaan. marka nabigu ma kala qaadin sal alay wasalam, ruuxa sooman iyo ruuxa aan soomanayn ma kala qaadin, wakhtiyadana ma kala qaadin oo gelin hore iyo gelin dambe ma kala qaadin. alimaamu shaafici caleyh raxmat ullah ayaa karaahaystay ruuxa sooman gelinka dambe inuu cadaydu uu karaahaystay, waana sida caanka ku ah madhabka shaaficiyada. ayaguna waxay ku salaynayaan inay karaahaystaan gelinka dambe ruuxa sooman inuu cadaydo, waxay ku salaynayaan, waxay leeyihiin xadiidkii nabigu yidhi sal alay wasalam, lakhuluufu fami saa'im, lakhuluufu fami saa'imi atyabu cinda allahi min riixi lmisk, ruuxa sooman urka afkiisa ka soo baxaya luunka ama urka afkiisa ka soo baxaya ilaahay agtiisa waa ka udgoon yahay miskiga. sideedaba cibaadaadka aathaarta ka dhalatay ilaahay agtiisa qiimo weyn bay ku leedahay. maalan yacni waxa weeye ruuxa shahiidka ilaahay dartii loo dilay dhiiggiisa soo baxay ilaahay agtiisa qaali buu ku yahay. ruuxa sooman urka afkiisa ka soo baxay annaga aan dhibsanayno ilaahay agtiisa udgoon buu ku yahay. imaam shaafici marka wuxuu leeyahay, shaaficiyadu ay leeyihiin urkaasi yacni miskigoo kale ilaahay agtiisa ka ahe la jecel yahay, ilaahay agtiisa laga jecel yahay, daacadu keentay ayuu cadaygu baabi'inayaa gelinka dambe. urkaasina inta badan waxay leeyihiin wuxuu yimaadaa gelinka dambe, gelinka hore inta badan ma yimaado, maadaama shay ilaahay jecel yahay yahay oo wanaagsan oo miski oo kale ah, dee cadaygu uu baabi'inahay ha laga daayeeley. halkaasay marka karaahada shaaficiyadu ay ka timid. laakiin waxuu leeyahay alimaamu axmed caleyh raxmat ullah, xanaabiladu waxay leeyihiin urkan wanaagsan ee miskigoo kale ah kama imaanaya afka, wuxuu ka imaanayaa caloosha, oo calooshu markay madhato ruuxu gaajoodo qaaca ka soo baxaya caloosha weeyaan urka laga hadlayo, afka isagaa doorinaya. sidaas daraaddeed afkii oo la cadayay urkii ma baabi'inayo. saas daraaddeed bay waxay leeyihiin cadaygu xilli uu karaahan yahay ma jiro, wahada huwa sawaab. saasaana xoog badano gelin hore iyo gelin dambaba ruuxu asaga oo sooman wuu cadayan karaa, wax karaahaana kuma jirto. nabiga sal alay wasalam xadiidkiisa aan hadda sheegnay cumuumkiisa sida laga fahmayo. qodobka xigaay waxa weeyaan almadmadatu walistinshaaq, ruuxu sandaarsiga iyo luqluuqashada. iyadana waa soo sheegnay xadiidkii waxaa ku tusay laqiit ibnu sabra, wabaaliq fi listinshaaq ila an takuna saa'ima, laakiin ku xeel dheeraan mays biyaha xoog ha u jiidin markaad luqluuqanaysana, yacni waxa weeyaan iyadana sidoo kale biyaha luqluuqashadooda ha ku xeel dheeraane, bimacnaa haddaad yacni qarqaro samayso oo aad dhuunta gaadhsa waxa laga yaba inay kugu cararaan, wakadalika haddaad sanka aad ugu jirto inay kugu cararaan baa laga yaabaa. halkaa waxaan ka fahmaynaa waxaa kaloo sidoo kale bannaan inuu ruuxu cunto dhadhamiyo, yaa cunto inaad dhadhamiso ood iska tufto. waa mida uu leeyahay cabdullahi ibni cabaas radia allahu tacala canhu waardaa,
لا بأس أن يذوق الخل والشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم. روح يسقو صوما إنه خل الرميو أما الشيء كلب الرميو واسكتوا فوه هدون الشيء قاسي وفصن لون تقاري هدون الشيء لون توقد بينين تعد الرمي سا اسكتوا في كرتا قبلها أفورك الديارين يوكالي قبلها يوينك أفورك الديارين يا أفوركي إني عمتدي وحكدي ميهيني إني يعني واحد يسرع سنتها وإن الرمين كران تيروغان بيسكتوا في كران ولا بأس لأن هديب اللقشادي أفك الله أقل هذا عمتدينا والمي لأن بيوه واجب ينصونك عمتدنا واجب مركا يجبين يسان ومركا يدون ترافتوه مركا يدنا لبما لها وحا أقدم بي إن شاء الله تعالى وحا اللي يدهدو حنشادا روحا إساقو صومان حنشام الروغ كراها إمام شافعي عليه رحمة الله وكراه يستي علكي بالينا عليه كره الإمام الشافعي العلك للصائم محو أكره يستي حنشد الله قال الله يوا حنشد معان ما حنشد معان يضو صوم كويت شميل لأن دعان معان بلا ده صوما لكن وحلا قال الله يا حنشد عن معان كله حنشد يجي ده لقى جوسنجر يا تيجي ده لقى جوسنجر يعني معان كله تاسوا إمام الشافعي وحوك هذاي أوكره يستي علشان يوحي ليه هاي أفكي بي ضررين يزابوا ليه أفكي بي عن روف بدن كسو صاريسا عن روف تين الروح واللقى يا صوما هل كاسو مركا كره يستي لكن وان كره يستي صوم كحوية الميس لأن عن روف تي صو صاريسا للقى يلفت هذا بان صوم كتبيني نصوما حقا ان كره كره هذا سو موشي إمامكو لكن صوم كما تبيني سو حنشد هديسا معان لهين روحه وروغه وحنا جيلك كو كورين ميسو بل غاجي بكيني با سوما يدا با كو غاجي سين با انت افك كلي سيسو او كسو ساريسو عن دوفا ان ليك با علوشنا غاجي كورديس مركا يدون وحبا سونك يلي ميسو انت سي اينو ان شاء الله تعالى كو غبا غبينينا برنامجكي اها محا سونك جبيا وحيالي هوري فقهادو كهالين هنقضو اما وحيالها عصري ديب كسو كردي هدا جيرا هنقدين محا سونك جبيا انت سيقوك بقبين إن هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.